وعندنا نقص مولدات بعض المشاريع حتى احنا بالبدايه يعني صار ثلاث ايام ما تكلم ازمه مي في حمام الحليب يعني تقدرون تصلحون لا بالحمام عقل ما هو جذاب قلبي لا بكركوك دورنا بكل استاذ بكل المناطق هي انقاذ الطفوله هي تكفلت وصلحت ودزولي كتاب لانه يعني تقدر تشغلها بدون عقل؟ استاذ هذول مهندسين كهرباء انا ما انت مدير المي تمام ما اي حساسه اي شيء شيء في شيء تطفي حتى حساسات كل تحسسات المعموله سياد مسؤول القاطع مهندس سياد استاذ خالد جاي المفروض يجيبه ويا استاذ والشارع وينه؟ بدنا نجسر شويه المواصفات خابرته قبل يوم خابرت سياد نقطه بس من مساله العبور وهذا شويه المواصفات الموجوده يكفونه؟ والله يكفونه زايد هو اذا ما تصير شغل احنا ادامه فلوس نعم تدوير جانب اقتصادي راح تفشل ما ممكن حتى يصير اصلاح مرتبط برئاسة الوزراء مع الأسف دوائر ما على ثلاث دوائر البلديات وأبو المواد الغذائية والتربية مرة واحدة بعثوا لي موقفهم المفروض بشكل يومي وأسبوعي تبعثوا لي نشاطاتكم ومعوقاتكم حتى يطلع عليها السيد المحافظ ويطلعوا عليه مجلس الوزراء حتى أولا نبرز نشاطاتكم إذا كانت أبو النشاطات واثنين المعوقات هم نتعاون عليها الحكومة المحلية والمركز لحلها $43 مليار يستلمون رواتب فقط ترويج. اروح على الماليه واسحب فلوس. قانونيه بدون السوبر. موجوده في مصر مدير مي الموصل نينوى اليوم باكر لازم تشتغل. شغلتوا بها الاعضاء راح نبني لتشغيل المرحله الثانيه مال مشروع السلاميه. هذا عمل زين لكن هو الاساسي مو على الغطاسات على المشروع السلامي. نعم مشروع هذه نعمل عليه رفعتوا انقاضها نعم كلها نعم رفعناها ورفعنا الأنقاض من كل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء. الاجتماع الشهري لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء الدوائر إضافة إلى الدوائر الفرعية للوحدات الإدارية الوقوف على المعوقات وما تم إنجازه خلال هذه الفترة بعد تحرير هذه الوحدات الإدارية من عصابات داعش ما تم إنجازه من الجانب الخدمي استعراض لرواتب الموظفين الكافة الدوائر المستلمة والغير مستلمة التلك الحاصل في توزيع الرواتب ومباشرات المدارس وكذلك إصلاح الأسلاك المعطوبة والمتقطعة في كافة الوحدات الإدارية جانب الماء مديرية الماء ورؤساء الدوائر الفرعية في الوحدات الإدارية للوقوف على معوقات من المعلوم محافظة نينوى لا يوجد فيها تيار كهربائي لكن تتم المناقشة مع النفط لتزويد هذه المشاريع وتشغيل المولدات الكهربائية وكذلك يتم النقاش على سبل رفع مخلفات داعش وأنقاض الحرب ورفع النفايات في الوحدات الإدارية بشكل عام أداء دوائر محافظة نينوى جيد جدا ويفوق التصورات التنسيق العالي بين هذه الدوائر شيء مفرح لكن طموحنا أكثر حاليا معظم الوحدات الإدارية فقط النواقص اللي لتهيئة أجواء الاستقرار هو التيار الكهربائي من المؤمل أن يكون هناك تشغيل لمصفى نينوى الاستثماري ومن ثم تشغيل المحطة الغازية في ناحية القيارة هذا مرحلة المرحلة الثانية هي تركيز الجهد بأجمعه لداخل محافظة نينوى اجتمعت اليوم الحكومة المحلية بإدارة السيد المحافظ ودوائر الدولة مع مدراء الوحدات الإدارية سمعنا معاناة هذه الدوائر ووضعت الحلول النموذجية في الموقع البديل هذا نعتبره الاجتماع الأول في ناحية برطلة
الموقع البديل لمحافظة نينوى. الحقيقة كانت هنالك كثير من المعاناة لهذه المؤسسات الحكومية العاملة في الوحدات الإدارية في جنوب الموصل وكذلك مدينة الموصل. طبعا هذا الاجتماع ضروري ومهم، تم طرح كل الاحتياجات في الأغذية والنواحي، تم طرح الإنجازات التي أنجزت في هذه الفترة وكل الأمور التي تستوجبها هذه المرحلة. طبعا منطقة النمرود من المناطق المهمة التي تحررت بالكامل، وتم إنجاز الكثير من المشاريع والخدمات في هذه المناطق، ونحن سائرون إن شاء الله لتكملة كل ما يمكن تقديمه للمواطنين الكرام في هذه المناطق. هناك بعض المعوقات تم طرحها في الاجتماع وسيتم حل كل هذه المعوقات إن شاء الله. نوقش في هذا المؤتمر حاجيات الدوائر الفرعية في الأقضية والنواحي، وكذلك المعوقات التي تواجه عمل الدوائر، ومنها حاجة هذه الدوائر لتقديم الخدمات للمواطنين ورواتب الموظفين، وكذلك الأمور الأخرى التي هي تحتاج لغرض إعادة وتأهيل جميع الدوائر التي تعرضت للتخريب من جراء عمليات داعش الإرهابي. هذا الاجتماع سوف يكون شهري بين رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر، وتم مناقشة جميع المعضلات اللي تواجه الوحدات الإدارية ودوائرها، وتوصلنا إلى حلول. ويعني اليوم الاجتماع إن شاء الله كان مثمر يعني فيما يخص جميع مشاكل مشاريع الماء والبلدية والصحة والكهرباء، وإن شاء الله هذا الاجتماع سوف يكون دوري. ونوعد مواطنين الكرام في ناحية الشورى أنه في الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك تغيير جذري. اليوم بدأت حملة التنظيف في ناحية الشورى بإشراف بلديات نينوى، وسوف تكون الشورى أبهى وأجمل إن شاء الله. تم التباحث حول ما تم تقديمه من خدمات للمناطق المحررة والمعوقات وسبل إدلالها. حقيقة كل ما يحتاجه القضاء أو الناحية أو الوحدة الإدارية لابد أن يكون هناك دعم لهذه المؤسسات لكي تقوم بأعمالها بصورة صحيحة وتقدم الخدمات بصورة أفضل. هذا يعتمد كله على الدعم المادي والمعنوي للمحافظة وللحكومة المركزية من خلال تقديم الخدمات للمواطنين وتشجيعهم للعودة بعد تهيئة كل متطلبات ومستلزمات العودة إن شاء الله. الاستماع إلى شرح مفصل من قبل مسؤولي القواطع الإدارية ما قدموه إلى هذه إلى القواطع والنواحي المناطق المحررة، وقد قدم السادة مسؤولي القواطع شرح مفصل ما قاموا به من إنجازات وأعمال لكل ناحية وقضاء. بعد ذلك تم الاستماع إلى شرح مفصل من قبل مسؤولي الدوائر بما قدموه من خدمات تم تقديمها إلى القواطع الإدارية للمناطق المحررة، وتم قيامنا بتقديم ما هو مطلوب بشرح مفصل ما تم تقديمه من توفير المشتقات النفطية في الأقضية والنواحي عن طريق وحداتنا النفطية الحكومية والمشيدة للمناطق التي تم تحريرها. وتم الاستماع لبعض إذا في حالة وجود معوقات لغرض تدليلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.